أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النيل الثقافية، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه يتجدد اللقاء، وليلة جديدة من ليالي الشهر الفضيل، وندوة جديدة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وموضوع ندوة الليلة هو الصبر وجزاء الصابرين. في البداية أرحب بالمتحدثين، الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقا، أهلا يا دكتور. مرحبا، أهلا بك. والدكتور أحمد مكي إمام وخطيب مسجد الحسين، أهلا. والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي والمبتهل محمد الجزار. وخير بداية آيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت فضيلة الشيخ أحمد تميم المراد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول أيضا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بل إن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتبر الصبر واحدا من أساسيات الإيمان، فقال إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. الآن مع كلمة الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقا فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. حمدا لك يا رب العالمين، حمد من أخلص النية لوجهك وآمن بقرآنك وأذعن لسلطانك وعرف أنك الحق فتوكل عليك، ومن توكل عليك كفيته، ومن دعاك أجبته، ومن قصدك لا يخيب. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، في مسجد الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وتربى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، وكان يمتطي ظهره أثناء الصلاة ورسول الله يلتزم ولا يتحرك، بل يقول لهما هو سيدنا الحسن والحسين اركبا نعم الجمل جملكما، وقال أنا من حسين وحسين مني. ففي هذا المقام الكريم
وهذا التجلي الأعظم تقام هذه الندوات المباركة وهذا الملتقى الفكري الإسلامي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية معالي الوزير الأديب والعالم والفقيه والمحدث سيد الدكتور محمد مختار جمعة، ومعه هذه الصحبة الخيرة من العلماء الأبرار في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأمينه العام سيد الدكتور محمد عزت وإمام المسجد الدكتور أحمد مكي وكل من أمامنا وحضراتكم جميعا، كلكم منفوحون ببركة الحسين رضي الله عنه. وهذه الندوة عن الصبر، والصبر قد يكون موضوعا عاما ومألوفا عند الناس، ولكن كل إنسان في حياته هو قصة من الصبر. لو كل إنسان استعرض حياته من أول طفولته إلى شبابه إلى شيخوخته يرى أن كل مرحلة تمر عليه وهو الصبر معه شاء أم أبى. إن لم يصبر سينقلب إلى يأس وإحباط. والحق سبحانه وتعالى يقول: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إن لم تصبر ارتكب أي شيء، هتنتحر، هتضيع نفسك، ستموت كافرا. إذن الصبر هو منهج الإسلام وفلسفة الإسلام ومنهج الأنبياء والصالحين. الإمام الغزالي يبدأ في كتابه إحياء علوم الدين باب الصبر والشكر، وقرن الصبر بالشكر، لأن المؤمن أمره كله خير، إن رأى خيرا شكر وإن رأى غير ذلك صبر. يشكر عند الرخاء ويصبر عند البلاء، وتأكد أن البلاء الذي ينزل بك هو في حقيقة نعمة من النعم، لأن الله يثيبك على الصبر بل ويفتح لك أبوابا بعد ذلك. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يقول الإمام الغزالي: الحمد لله أهل الحمد والثناء، المتفرد برداء الكبرياء، المتوحد بصفات المجد والعلاء، سبحان الله، المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى أصحابه وعلى أصحاب سادة الأصفياء وعلى آل بيته قادة البرر الأتقياء، صلاة محروسة بالدوام عن الفناء، صلاة محروسة بالدوام عن الفناء، ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء. الإيمان أيها الإخوة المؤمنون صنفان كما ورد في حديث شريف، رغم أن إسناده أيضا في كلام ولكن يعمل به في فضائل الأعمال. قال: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وهذا الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية يزيد الرقاشي. الصبر والشكر أيضا، تصبر وتشكر كما قلنا، الصبر والشكر وصفان من أوصاف الله تعالى. والله سمى نفسه الصبور الشكور، فهما من أسماء الله الحسنى. فالجهل إذن ما عاقبة من يجهل قيمة الصبر ومن يجهل قيمة الشكر؟ قالوا: الجهل بحقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري الإيمان. الجهل بحقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري الإيمان، وهذه مصيبة. ولكن ليس كل إنسان عالما، ولكن نلتزم بالشكر وبالصبر على الأقل، يكون التنفيذ تنفيذ عملي. ثم أيضا الجهل بالصبر والشكر قيل غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن، الصبور والشكور، ولا سبيل
إلى الوصول إلى القرب من الله تعالى إلا بالإيمان. حتى يعني القاعدة قال بعض العلماء: التقاعد، التقاعد أيها الإخوة عن معرفة الصبر والشكر، تقاعد عن معرفة من به الإيمان، ومن به الإيمان هو الحق سبحانه وتعالى. فالتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة الله وعن إدراك ما به الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقيل إن الصبر ذكر في أكثر من 72 موضعا في القرآن الكريم، وقال هذا الكلام قبل الإحصاء العددي وقبل الإعجاز العددي في القرآن الكريم في العصر الحديث، قاله أيضا الإمام أبو حامد الغزالي، وقال: جاء الصبر في القرآن في نيف 70 موضعا. إيه معنى نيف؟ يعني أقل من 10، 72، 73، 74، 75 إلى 73. وجعل سبحانه وتعالى، إذن نحن يعني نرى كيف تكلم القرآن عن الصبر، وكيف تكلمت السنة النبوية الشريفة عن الصبر، وهذان موضوعان يحتاجان إلى ندوات وندوات كثيرة. ولكن نشير إلى أن الحق سبحانه وتعالى جعل مكافأة الأئمة والدعاة الذين يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلون غيرهم بالتي أحسن، هؤلاء الأئمة والدعاء، ونحن يعني نحن نفتخر بأن مصر فيها آلاف الأئمة وآلاف الدعاء. والله إن المساجد في بلاد مصر وفي قرى مصر وفي نجوع مصر هذه كتائب من جند الرحمن، وهذا جيش صامت يدعو إلى سبيل ربه كل يوم جمعة وفي الصلوات الخمس وفي الدروس، لا يكاد يشعر الناس بذلك لأنهم ألفوا هذا الموضوع. فقال الحق سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لماذا؟ لن صبروا. ودائما الداعية والإمام يكون عنده صبر، لأن من يسمعه إما أن لا يكون عارفا أو جاهلا أو معترضا أو منكرا أو من الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهو لا بد أن يصبر على من أمامه حتى يوثق العلاقة بينه وبين السامعين أو أن يصل كلامه إليهم. هذا هو الإمام الناجح والداعية الناجح. أيضا قال سبحانه وتعالى مؤكدا ثواب الصابرين: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه كما قال أخي الكريم الإعلامي القدير في الآية الكريمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإنت جرب نفسك أخي أي موقف، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه ابتلاءات، ليس فقط المصيبة عندما تفقد حبيبا أو لا تفقد الحبيب، هذا يعني أخف شيء، ولكن قد يكون البلاء الخوف، سنصاب بالخوف والقلق والوساوس والوساس القهري أو أمراض نفسية، يخاف من أي شيء، يخاف من الفقر، حتى الغني كن يخاف من الفقر، الإنسان يخاف من الموت. لو جاء مرض الخوف وتمكن من الإنسان هذا شيء خطير. قال تعالى: ولنبلونكم أيها الناس بشيء من الخوف والجوع والمجاعات في العالم والغلاء في هذه الأيام وغير ذلك
أشياء كثيرة. إحنا يمكن أحسن من غيرنا ألف مرة. هناك بلاد يأتي لها الزلازل والبراكين والطوفان والجليد حتى في أقوى الدول، وجاءت الكورونا وقتلت الآلاف من الدول الكبرى. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا جعل الحق سبحانه وتعالى الصبر عند الشدائد والثبات في الجهاد عند ملاقاة الأعداء الدين والوطن والإسلام الذين يعتدون على الحرمات والأنفس والأعراض إرهابا وعدوانا وقتلا. جعل سبحانه وتعالى النصر على هؤلاء مرتبطا بالصبر والثبات، فقال سبحانه الثناء على أهل بدر وهم يقاومون غرور المشركين وجحافل الغزاة المعتدين، قال سبحانه: بلى إن تصبروا يمددكم ربكم، بلى إن تصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. سورة الأنفال مليئة كلها آيات تصف غزوة بدر، ونحن أيضا مقبلون على ليلة 17 من رمضان وفي غزوة بدر، وهي دروس في الصبر والفداء والانتصار. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيضا جمع الله للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم برضو في القرآن الكريم، فقال تعالى كما قلت سابقا في الآية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالهدى والرحمة والصلوات مجموعة للصابرين. وفي القرآن الكريم يعني موضوع واسع، في السنة النبوية الشريفة ترد أحاديث كثيرة، ولو تقصينا أحاديث الصبر لرأيناه بالمئات. ولكن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مشاهد وملاحم متوالية من الصبر، سواء كان شابا أو وهو قبل البعثة ثم البعثة النبوية الشريفة، ثم يحاصر في شعب بني عامر بمكة، ثم يطارد من المشركين، ثم يطارد من الطائف، ثم تعرض عليه المغريات يقول له: أنت تريد أن تكون ملكا أو رئيسا أو زعيم قوم أو بك مس من الجن أو أنت شاعر أو كاهن أو مجنون؟ وأبو طالب عمه يشفق عليه ويقول: يا بني يا ابن أخي. فيقول: والله يا عم. شوف الصبر مع القوة والصبر والثبات على المبدأ. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ولولا هذا الموقف ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلاب الدنيا لتمنى أن يكون زعيما في قريش أو ملكا أو معه أموال أو، ولكنه ثبت على الحق وثبت معه عمه أبو طالب، ولكن عمه أبو طالب رغم ذلك مات على الشرك وهو كان يريد أن يستغفر له. فالحق سبحانه وتعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك يقال في الحديث: إن أهون أهل النار عذابا، شوف يعني شوف عذاب جهنم، أهون أهل النار عذابا رجل توضع فوق رأسه جمرة، لا تحت رجليه جمرة تغلي منها أم دماغه. يعني واحد يقف جمرة فقط مش حريقة، جمرة من النار ملتهبة تحت رجله، هذه الجمرة تغلي منها رأسه وأم دماغه. قيل: هذا هو أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دافع عنه. نجد أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر.
ومن أعطي حظه منهما لم يبالي بما فاته من قيام الليل وصيام النهار، ولأن تصبروا على ما أنتم عليه أحب إلي من أن يوافيني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم. وأنا أتيت بالنصوص حتى تكون نصوص موثقة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استدراك، ولكني الاستدراك، والاستدراك في اللغة هو إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته، يعني هو أشار إلينا بالصبر، ولكن قال محذرا لنا جميعا ونحن وقعنا في هذا التحذير، قال ولكني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا، ولكني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدي فينكر بعضكم بعضا. لا إله إلا الله، صلى وسلم على رسول الله. ولكني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا. وهذا حادث أيضا، الصراع على قل الأشياء، على المادة، على الميراث، صراع بين الأفراد، بين الأسر، بين الدول. نحن وقت الخلاف ننسى الأرحام وننسى الصلات. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم بعد ذلك يقول أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك، فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه. ثم قرأ قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ونجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقيل أوحى الله إلى داود عليه السلام تخلق بأخلاقي، وإن من أخلاقي أني أنا الصبور. وفي حديث عطاء بن عباس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال، في أنصار ومهاجرين، دخل أنصار أهل المدينة، أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا. فقال عمر نعم يا رسول الله، وعمر من المهاجرين رد عنهم. قال وما علامة إيمانكم؟ اختبار، علامة إيمانكم. قالوا علامة إيماننا يا رسول الله نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء. نشكر وقت الرخاء، الشكر والصبر، نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء. فقال صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب الكعبة. المسيح عليه السلام، لأن الأنبياء جميعا، يعني الصبر في حياة الأنبياء يحتاج إلى مؤتمرات وإلى ندوات. قال المسيح عليه السلام إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون. إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون. نحن طيب فضلت المذيع بقى، في انواع الصبر، يعني هل الصبر ايه؟ هل فقط ان انا ما يجي لي مثلا مصيبه وامتثل اما غصب عني او بخطري او بايماني؟ لا. قالوا الصبر، اعلم ان الصبر ضربان، يعني نوعان، احدهما صبر ضرب بدني والتاني صبر نفسي، صبر حسي وصبر نفسي معنوي. الصبر الحسي كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها، وهو إما أفعال كتعاطي حتى الأعمال الشاقة أو العبادات الكثيرة المبالغ فيها. قد يتعب الإنسان من العبادة إذا حمل نفسه ما لا يطيق، ولكن العبادة العادية، الفروض، النوافل، صلاة القيام، ثم بعد ذلك ترى أعمالك. ولكن وقال الإمام الغزالي قد يكون هذا محمودا، اللي هو الصبر البدني، إذا وافق الشرع، ولكن المحمود التام من الصبر هو الضرب الآخر. وإحنا يعني ننتبه إلى هذا أيها الإخوة الفضلاء من المصلين ورواد المسجد. قال الضرب هو الصبر النفسي عن مشتهيات الطبع
ومقتضيات الهوى. كونك تقاوم رغباتك النفسية ورغبتك في المال، رغبتك في الشهوة، طمعك في الدنيا، للمنصب، الجاه، دي كلها أشياء مشتركة بالناس جميعا. كونك تقاوم هذا وتكون في حد الوسط والاعتدال، هذا انتصار. يقول: الصبر النفسي عن مجتهاد الطبعي ومقتضيات الهوى. ثم هذا الضرب من الصبر، وجاب الإمام الغزالي 9 أنواع من الصبر، كل نوع له اسم وله ضد، ودي يعني شيء مهم جدا، يعني ولكنه حادث بيننا بالفطرة. يقول: الصبر إن كان صبرا على شهوة البطن والفرج سمي عفة. العفة صبر، البطن يعني أنت تأكل وشرع، لا ممكن أقاوم، والفرج الإنسان يعني ينظر فيما حل الله له، لا ينظر خارج بيته، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وإن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس، فإن كان في مصيبة العادية هو يسمى الصبر، وضد هذا حالة الجزع والهلع نعوذ بالله. وإن كان في احتمال الغنى سمي ضبط النفس. احتمال الغنى يعني واحد رزقه الله بأموال كثيرة وعقارات وشركات وكذا، رآه استغنى، المال يغري والمنصب يغري والجاه يغري، ربما يدفعه إلى ظلم غيره، يأكل حقوق الناس، يأكل حقوق العمال، لا يعطيهم حقهم. ونحن نعرف هذا في الأعمال الخاصة والمشاريع الخاصة، كثير من الذين يعملون في أعمال خاصة هذا قد يظلمون كثيرا. فإن كان هذا يسمى ضبط النفس، وضده حالة تسمى البطر، البطر عكس ضبط النفس. وإن كان في حرب الصبر ومقاتلة سمي شجاعة، فشجاعة صبر على مواجهة العدو. ويضد الشجاعة الجبن، الجبن هو عدم صبر. إذن الشجاع البطل صبور، الشهداء كلهم صابرون. وإن كان في كظم الغيظ سمي حلما، الذي يكظم غيظه، قال تعالى: وسارعوا إلى ربكم ومغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. عارفين كظم الغيظ؟ في القربة لما تملأ تبقى وصلت إلى مكظومة، أي ممتلئة، لم يعد فيها نفس ولم يعد فيها مجال لقطرة واحدة، فهي أقل لمسة في القربة تنفجر زي أنبوبة البوتاجاز نعوذ بالله. فالمؤمن يظل يتحمل ويتلقى من الناس، ولكن يقزم غيظه، ثم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم وإن كان في نائبة وضد يسمى حلما، وضد الحلم التذمر والغضب والتسرع. وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمي سعة الصدر، ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر. وإن كان في إخفاء كلام سمي كتمان السر، فكتمان السر صبر أيضا، لأن كثير من المصائب تحدث عندما تنقل كلاما من صديق تملك على سره، فتنة بين الناس وكلام كثير يتناقل بين الناس قد يكون حقيقة أو كذبا. وضد هذا وضد الكتوم وإن كان في من فضول العيش سمي زهدا، فالزهد صبر أيضا، ويضده الحرص. وإن كان صبرا على قدر من الحظوظ سمي قناعة، يعني أنت لم تأخذ حظك من المال أو من الشهرة أو من الوجاهة أو حتى من العلم واقتنعت بذلك فأنت قنوع، القناعة كنز لا يفنى، ولكن مطلوب منك أن تحس من أحوالك. ويضده الشره، فأكثر أخلاق الإيمان داخل في الصبر. قد جمع الله سبحانه وتعالى أقسام ذلك وسمي الكل صبرا، فقال تعالى: والصابرين، في آية البقرة ليس البر،
والصابرين في البأساء أي المصيبة، والضراء أي الفقر، وحين البأس أي المحاربة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال العلماء إن اعلم أن الصبر أيضا ينقسم باعتبار حكمه، في صبر، ودي برضو شيء يعني عجيب، قال هناك صبر فرض وصبر نفل وصبر مكروه وصبر محرم. كيف يكون الصبر محرم وكيف يكون الصبر الفرض والصبر النفل والصبر المندوب؟ قالوا الصبر عن المحظورات فرض، أي شيء حرام، أي شيء كلام فعل، أي شيء أنت نهيت عنه وصبرك عليه فرض من الفرائض، فلا تملك إلا أن تنفذ هذا الصبر. طيب ما هو؟ وعلى قالوا وعلى المكاره نفل، يعني أشياء مكروهة، أشياء ممكن لا يستحسن أن تقبل عليها، فهذا نفل. وقالوا ثم هو الصبر المحرم. هل الصبر محرم؟ أيوة، الصبر المحرم هو أنك ترى أن عرضك ينتهك، وأن مالك يغتصب، وأن دارك تنتهب، وأن كذا وأن كذا حقوقك، ولكن لا تحرك ساكنا ولا تدافع عن نفسك، فأنت بهذا أخذت صفة الجبن، وأصبح الصبر هنا ليس صبرا، هو صبر محرم أو صبر تقاعس. فهذا وكثير يحدث هذا لآخر الناس. ثم والصبر المكروه هو الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة في الشرع. يعني أرى أن الأستاذ الكريم يشير إلي، فأختم عن الصبر في حياة الأنبياء بكلمة مختصرة. قال تعالى في آخر سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نقرأ هذه الآية كثيرا. قالوا من هم أولو العزم؟ بعض الناس قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. العزم هو الثبات والجد واليقين. من الرسل المن للتبعيض، لأن بعض الرسل أولي عزم، وقالوا مثلا نوح، إبراهيم، داود، يوسف، يعقوب، موسى، عيسى، بعض الأنبياء. وهذا الكلام قاله الإمام الرازي في مفاتيح الغيب. وأيضا الإمام الزمخشري قال أيضا من تكون للتبيين أي للبيان، قال كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني كل الرسل أصحاب عزم، فيش رسول بلا عزم ولا رسول بلا صبر. وهذا جاء في آخر سورة الأحقاف تأييدا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعد أن عرض الله سبحانه وتعالى التوحيد والمعاد والشبهات التي أثرها المشركون، جاء في آخر السورة وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم يقول الإمام الرازي في بيان حوادث الصبر واليقين والثبات والجد والصبر: كل نبي يعني كل نبي يحتاج إلى مجلدات لهذا، ولكن يقول الإمام الرازي: اعلم أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والمعاد، وأجاب عن الشبهات التي أثارها الكفار، أردفه بما يجري مجرى الوعظ والنصيحة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولنعد سورة الأحقاف في ضوء هذا لنرى فيها المواعظ الكثيرة. قال: لأن الكفار كانوا يؤذونه، يؤذون رسول الله ويوجسون صدره، فقال تعالى: فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك يقول نوح طبعا، ونوح أيضا الصبر فيه كثير ومشاهده. أيضا سيدنا إبراهيم صبر على النار وصبر على أذى المشركين، سيدنا إسماعيل وصبر على ذبح ابنه وكفأه الله، يوسف صبر على إلقاء في الجب، وأبوه صبر على فقد البصر وصبر على فقد ابنه، وقل ما تشاء. وقيل كان نوح يضرب حتى يغشى عليه، وكان يسخرون لما بنى السفينة. سيدنا موسى أيضا صبر على أذى فرعون. سيدنا موسى سدز يا جماعة، كيف تكون النجاة في الهلاك؟ أمه تخاف عليه، قال فإذا خفت عليه
فألقيه في اليم. تخاف عليه وتلقيه في البحر. قدرة الله سبحانه وتعالى هو المنجي وهو الحافظ، فالله خير حافظ وأرحم الراحمين. ثم إن راده إليك وجاعلوه من المرسلين، نبوءة كشفت كل مستقبل سيدنا موسى. جاء عند فرعون وفرعون تحداه والعصا معاه خشب أو أي معدن، قال اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سيدنا عيسى عليه السلام ولد ولادة غير طبيعية وأوذي وأرادوا أن يؤذوا أمه فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ماذا قال الصبي؟ إعجاز 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 إعجاز. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في محراب الصبر وفي محراب القرآن وفي ساحة الإمام الحسين رضي الله عنه وعلى الآية البيت الأطهار، ولأنهم أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، ويقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقا، والتي وضح فيها أن الصبر منهج الأنبياء والصالحين وفلسفة الإسلام، وبين العديد من المواقف في السنة النبوية وأيضا في عند أولي العزم من الرسل ومواقف تبين فيها صبرهم، بالإضافة إلى بيانه لوجوه من الصبر ومنها العفة وضبط النفس والزهد والشجاعة والحلم وسعة الصدر وكتمان السر والقناعة، إضافة إلى بيان أنواع الصبر التي فيها يكون فرضا أو نفيا أو محرما. والآن مع كلمة الدكتور أحمد مكي إمام وخطيب مسجد الحسين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وبعد، فإن الحديث عن الأخلاق سهل، سهل أن تتكلم عن أي خلق، ولكن حينما تنظر إلى الواقع العملي في التطبيق تجد الفرق شاسعا والبون واسعا بين الحديث عن خلق والاطلاع بتطبيقه على أرض الواقع. وحينما نتكلم عن الصبر لا يمكن بحال من الأحوال أن نكسب هذا الخلق، سواء المتحدث أو المتلقي، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكتسب هذا الخلق بمجرد الكلام عنه. فالأخلاق لا تكتسب بمجرد الحديث عنها، وإنما تكتسب الأخلاق بالصدق في تحصيلها ومعاناتها. والحقيقة أن الصبر كخلق، الصبر هو أكسير النجاح، الصبر هو أكسير النجاح. وسر التقدم والرقي لكل أمة على مستوى الأفراد والجماعات، ولا يمكن لفرد أبدا أن يحقق نجاحا أو تقدما أو رقيا في حياته بدون الصبر. لن يعرف المجد، قديما قالوا لن يعرف المجد من لم يلعق الصبر. فالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فهو رأس الإيمان، كذلك هو رأس كل نجاح في هذه الحياة. وفي الحقيقة لا يمكن أبدا أن تنبت رجولة أو مروءة في تربة الرفاهية
والدلال والتدليل. أطفالنا وأبناؤنا ينبغي أن نعلمهم هذا الخلق. وما شهر رمضان في حقيقته وفلسفته إلا مدرسة لتعليم الصبر. ولذلك حينما نوازن بين الصبر والصوم نجد ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نفس المنطق ونفس المبدأ ونفس طريقة الإحصاء في الثواب تجدها في الصيام. يقول الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وحينما يقول الله لك أنا أجزي به فهذا المعنى أن ثوابه لا يحصى. لا أريد أن أسترسل في الحديث وأستطرد فيه حتى لا أطيل على حضراتكم، ولكني أريد أن أشير بعض إشارات في الآيات التي قرأت علينا في أول المجلس. نجد ربنا تبارك وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تعالى كده نقف عند أول كلمة: ولنبلونكم. شوف هذا اللفظ القرآني يشير عدة إشارات. أولا تجد واو القسم، الكلام مؤكد بواو القسم ولام القسم ونون التوكيد، فمادة البلاء مؤكدة بهذه التأكيدات. لماذا؟ ما السر في وراء كل هذه التأكيدات؟ كأن الله تبارك وتعالى يريدك أن تستعد للأمر، لأن الاستعداد لهذه المشاق اختيارا يعينك على تحملها إجبارا. استعدادك لتحمل ونزول المشاق والبليات والصعوبات في حياتك اختيارا في فترة اختيار يعينك على تحملها إجبارا. لذلك الله تعالى يهيئك لهذا. طبعا المبدأ عموما، يعني حتى لا تذهب العقول بعيدا، المبدأ أن الإنسان دائما يسأل الله العفو والعافية، ما يتمناش البلاء، لا يتمناه ولكن يتمثله ويستعد له في جميع أوقاته وأحواله. يقول الشاعر، نسمع الكلام ده، كلام مهم جدا، يقول إيه: يمثل ذو اللب في لبه، ذو اللب يعني ذو العقل، يمثل ذو اللب في لبه شدائده قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا. يعني إن نزلت به الشدائد فجأة لم يجزع ولم يهن. لماذا؟ لأنه شد نفسه لهذا وهيأ نفسه لهذا. وذو الجهل يأمن أيامه وينسى عواقب من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. فالإنسان إذا هيأ نفسه للشدائد كأنه في فترة تدريب. أي واحد بيدخل معركة لا بد من فترة تدريب. الصيام يؤدي هذا الدور، أنت تتهيأ لتحمل المصاعب والمشاق اختيارا. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان دائما يحث على أن يخشوش الإنسان، يعني يعيش ولو اختيارا الخشونة والشظف، يعود نفسه على هذا ويعود طفله على هذا. لا ينبغي، علماء النفس يقولون إنه لا ينبغي للطفل أن يعطى كل ما يطلب، بل ينبغي حتى مع القدرة أن يتحمل. لما طفلك يقول لك مثلا أنا عايز كذا يا بابا، تستجيب له فقط 40% من مطالبه، و60% تقول لا يا حبيبي اصبر، ما فيش داعي، دي ما لهاش لازمة، تعودوا على كده. إنما أن تعود الطفل على أن كل مطالبه مجابة،
يبقى ده بقى التدليل والدلع اللي احنا بنعاني منه، والاولاد بعد كده بيؤثر سلبا عليهم. يبقى التأكيد انما هو للتهيؤ والاستعداد. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول، شوف كيف يدرب نفسه على الشجاعة، وطبعا الصحابة رضي الله عنهم عانوا ما عانوا. شوف يقول ايه: اي يومي من الموت افر، يوم لا يقدر او يوم قدر، يوم لا يقدر لا احذره، ومن المقدور لا ينجو الحذر. انه يهيئ نفسه للامر قبل نزوله، فلذلك اذا نزل به نال الثواب كاملا. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الصبر عند الصدمة الاولى. وكيف يحدث الصبر عند الصدمة الاولى؟ اذا لم تكن تدرب نفسك عليه قبل نزوله وتهيئ نفسك لذلك. لذلك الله تعالى يقول لنبيه وهو احب خلقه اليه: يا محمد احبب من شئت فانك مفارقه. شوف الكلمة. وما ابتلي احد من البشر على قدر قربه وحبه من ربه مثل ما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يعش له في حياته ولد إلا ابنته السيدة فاطمة، كل أولاده توفوا في حياته وبين يديه. حتى في سكرات الموت كان يتألم أشد الألم، وكان يقول حينما يفيق أثناء سكرات الموت، كان يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن للموت لسكرات. فقالوا له: وأنت توعك يا رسول الله؟ يعني وأنت تشعر بسكرات الموت؟ الصحابة يظنون أن هذه المصاعب خاصة فقط بالعصالاء، على العكس. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. نأتي إلى الإشارة الثانية في قضية الصبر في هذه الآيات. الله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء. شوف اللفظة دي، بشيء، التنكير. والتنكير يأتي للتعظيم وللتحقير والتقليل، وهو هنا في هذه اللفظة للتحقير والتقليل. لماذا؟ ايه الاشارة اللي ربنا عايز يوريها لك من اللفظة دي؟ لما اقول لك بشيء، لما قال ما قالش مثلا باشياء ولنبلونكم بامور، لا، ده قال بشيء ومنكرة، كأن الاله عز وجل يريد ان يقول لك: ايها العبد، اذا ابتليتك ببلاء فلا تركز شعورك على البلاء وتنسى ما أغرقتك فيه من قبل من النعم، وأن النعم التي أنعمت بها عليك هي كثيرة وعديدة لا تحصى، وأن البلاء مهما عظم فإنه لا يقارن بمقدار النعمة التي أنعم الله بها عليك. لما تيجي تحسب أيامك التي عشت فيها في عافية، وأيامك التي ابتليت فيها بسقم أو مرض أو علة، ستجد لا مقارنة بين عدد الأيام التي عوفيت فيها وعدد الأيام التي ابتليت بها. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، في كل شيء استعد لذلك وهيئ نفسك، مع سؤال الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والمال والأهل والبدن، لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وبشر الصابرين. قولوا قبلنا البشرى يا رب، قبلنا البشرى، بشرى للصابرين. من هم الصابرون يا رب؟ الذين إذا، وإذا عند البلاغيين يفيد تحقق وقوع الشيء، أن إن تفيد قد وقد، لو تفيد بعد تحققه. لكن إذا قال إذا أصابتهم برضو نفس الكلام،
إنه يهيئك، يقولك استعد. كل إنسان سيعرض للبلاء سواء في نفسه أو في ماله أو في من يحب. الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا فعلوا؟ ولولوا، جزعوا، لطموا الخدود، شقوا الجيوب. لا، قالوا، والقول ليس باللسان، القول ليس باللسان، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا بردها على الكبد من كلمة، إنها مرهم الجروح، إنها بلسم المصائب والمتاعب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ايه بقى الكلمة دي معناها ايه؟ ما المعنى الذي ينبغي ان تستحضره ايها العبد عند قولك هذه الكلمة؟ لا يفيد ان تقولها بلسانك دون ان تدرك معناها بقلبك وعقلك. سيدنا علي يفسر هذه الكلمة فيقول: إنا لله إقرار بالملك، وإنا إليه راجعون إقرار بالهلك. ايه الكلام ده يعني؟ إنا لله، كأنك حينما تقول هذا اللفظ إنا لله، كأنك تقول يعني يا رب أنا ملكك، أنا بتاعك، أنا ماليش غيرك، أنا عبدك. والعبد وما ملكت يمينه لمن؟ لسيده. ومن سيدنا الأكبر والأعظم؟ الله جل جلاله. يبقى إنا لله بتقر إنك ملك ربنا. وإحنا بنقول المثل: من حكم في ماله ما إيه؟ ما ظلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إقرار بالهلك. في النهاية إذا حزنت على أحد أو على شيء، كل شيء مرده إلى من؟ إلى الله. كل شيء هالك إلا وجهه. زعلان عشان فقدت عزيز عليك، طيب وانت هتروح فين؟ شوف، يروى أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما توفي والده العباس رضي الله عنهم جميعا، عم النبي صلى الله عليه وسلم، حينما توفي العباس حزن سيدنا عبد الله بن عباس حزنا شديدا، ومكث مدة طويلة لا يكلم أحدا من شدة الحزن. حقه، والده أحب الناس إليه، مشاعر الحزن دي لا يملكها أحد، طبيعي، بل العكس، ده دليل الوفاء أن تحزن على فقد عزيز لديك. فسيدنا عبد الله بن عباس لما توفي والده العباس مكث شهرا لا يكلم الناس، وكانوا يستحون من الكلام مع سيدنا عبد الله لهيبته، كانوا يهابونه، حبر الأمة، وكان له شأن أي شأن، فكان يعني مين هيروح يقول له طب معلش، طب حقك علينا، طب ده حاجة كبيرة قوي. إلى أن جاء أعرابي، أعرابي يعني واحد جاي مش عارف الناس، مش عارف أقدرها، مش عارف هي مين، فبيتكلم بتلقائية بسجية. فقالوا له: إن عبد الله بن عباس توفي والده وهو حزين، فاذهب إليه لتعزيه. شوف بقى العزاء بقى يقول له ايه، شوف التعزية التي جاءت على لسان الأعرابي ففكت الحزن عند سيدنا عبد الله بن عباس. يقول له ايه؟ اصبر، نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس. يعني انت رأسنا، امامنا كلنا، فإذا صبرت صبرنا. ما أصل سيدنا العباس بن عبد المطلب ده كان حاجة، يعني سيدنا عمر كان بيتوسل به: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ونتوسل إليك بعم نبينا، يعني واحد كان بينزل به المطر، فاسقنا. اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس. شوف الكلمة بقى، خير من العباس
صبرك بعده، والله خير منك للعباس. يعني ايه الكلمة دي؟ خير من العباس، العباس فنى وذهب، الذي سيبقى صبرك، الأجر على الصبر. خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. لما تحزن على حد، هو راح عند مين؟ راح عند اللي هو أحسن مني ومنك ومن الدنيا كلها، أصبح في جوار الله تبارك وتعالى. عشان كده يقول لك إيه؟ وعوضت أجرا من فقيد فلا تكن فقيدك لا يأتي وأجرك يذهب. ما تخسرش الاثنين، لا فقيد، لا الحزن والجزع هيرجع فقيدك ما فقدته، ولا تجعل الجزع يذهب أجرك. وعوضت أجرا من فقيد فلا تكن فقيدك لا يأتي وأجرك يذهب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والمال والأهل والبدن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم في هذه الليلة المباركة من عتقائه من النار ومن عباده السعداء المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. شكرا دكتور أحمد مكي، إمام وخطيب مسجد الحسين، على كلمته والتي أكد فيها على إشارة الله عز وجل إلى استعداد العبد لتحمل الشدائد ونزول البلاء، وأن رمضان هو واحد من مدارس الصبر، وأن البلاء، أن الله لم يستثني الرسول من البلاء وهو أحب الخلق إليه. الآن مع الابتهالات الدينية والمبتهل محمد الجزار. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا يا لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستعين وأنت عون من ارتجى، نحن العباد، نحن العباد وأنت أنت السيد. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك تعون من ارتجى، نحن العباد، نحن العباد، نحن العباد وأنت أنت
السيد إنا رضينا إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب الله رب والرسول محمد إنا رضينا إنا رضينا بالشريعة وجهة الله محب الله لا تؤويه دار ويكره أن يكون له ديار محب صبور في قيام الليل حقا صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا طلع النهار ينادي ربه والدمع جاري إلهي ما رجائي منك دار ولا شجر تزين الثمار ولكن وجهك الباقي فمن ففي ذاك الفخار سيدي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحسنت المبتهل محمد الجزار. وفي ختام هذه الليلة المباركة وفي ختام هذه الندوة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، أشكر السادة المتحدثين الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقا، والدكتور أحمد مكي إمام وخطيب مسجد الحسين، وأشكر أيضا السادة الحضور. وأشكركم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النيل الثقافية على حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة وليلة جديدة وندوة جديدة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.